دلوقتي خلينا نروح مع حضراتكم لشرم الشيخ. طبعا كاميرا صباح الخير يا مصر بتتابع مع حضراتكم لحظة بلحظة الاستعدادات اللي بتتم لاستضافة مؤتمر المناخ في نوفمبر اللي جاي مع زميلنا رامي محمد مراسل صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا رامي. صباح الخير عليكي جومانا، صباح الخير على شاذلي، صباح الخير على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر من مدينة شرم الشيخ، مدينة السلام والأمل في إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ نوفمبر القادم. بنتكلم عن استعدادات في كافة المناحي والمجالات ومنها الموقع المتواجد فيه الآن، موقع بيحمل شعار التفرد والأسبقية. التفرد في أكثر من أمر، هي أكبر محطة للطاقة الشمسية في محافظة جنوب سيناء كاملة. كمان بنتكلم عن أسبقية في عدد شهور التنفيذ، تم تنفيذ المشروع في عدد شهور 4 شهور على مساحة 250 ألف متر. بنتكلم كمان على قدرة استيعابية ل 20 ميجا وات وقدرة إنتاجية ل 42 جيجا وات ساعة في السنة. بنتكلم على مشروع مميز وبيسعى من خلال هذا المشروع الدولة ومحافظة جنوب سيناء تحديدا مدينة شرم الشيخ لتحويل المدينة إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة، كمان بتعتمد بشكل كبير جدا على الطاقة المتجددة والجديدة. خلينا نقرب من المشروع وتفاصيله ومراحل التنفيذ وكمان خدمته للمناطق والأماكن الفندقية والمنتجعات المحيطة به هنا في مدينة شرم الشيخ، بترحيبي بالمهندس مصطفى صالح مدير مشروع محطة طاقة عربية للطاقة الشمسية. برحب بيك يا فندم. أهلا بيك يا فندم، أهلا وسهلا. في البداية يمكن اتكلمت عن مشروع بيحمل التفرد والأسبقية، عدد شهور التنفيذ كلمنا عنها، وكمان كلمنا على فكرة ان هو يكون اكبر طاقة شمسية او محطة طاقة شمسية في محافظة جنوب سيناء. بالفعل يا فندم، احنا شرفنا ان احنا اولا كنا من اوائل الشركات اللي قدمت في المبادرة ان هي تحصل على قطعة ارض في المكان الرائع ده مدينة شرم الشيخ، وطبقا لتوجهات الدولة وطبقا للتوجه العالمي بالطاقة النظيفة والمتجددة انشأنا المحطة دي بدءا من شهر 6 إلى شهر 10 النهاردة، 4 شهور متصلة من العمل. وقدمت المحطة دي إنتاجها بالفعل منذ 10 أيام، وغزت النهاردة 6000 غرفة فندقية، بالإضافة لربطها مع شبكة شركة طاقة عربية في المكان ده نفسه، وإن احنا النهاردة بقى عندنا طاقة نظيفة تغذي مركز نبئ السياح بالكامل. واحنا بنتكلم كمان على القدره الاستيعابيه والانتاجيه، بنتكلم عن 20 ميجا وات و42 جيجا وات في ساعه في السنه. كلمنا يا فندم عن الطاقه الانتاجيه للمرحله الاولى والثانيه. احنا عندنا مرحله اولى الحمد لله افتتحناها، هي بقدره 10 ميجا وات، وبالفعل تم حقنها على شبكه الشركه، وبقى في النهارده 120 فندق سياحي بيستفيد من الطاقه النظيفه والمتجدده، وده تماشيا وتكوكبا مع مؤتمر المناخ اللي هينعقد ان شاء الله في اول شهر نوفمبر القادم، وطبقا للتوجهات الرئاسيه ودعم الدوله للقطاع الخاص وللشركات اللي بتقدم الخدمه الخاصه بالطاقه الشمسيه، النهارده الحمد لله استطعنا وتمكننا من ان احنا ننشا هذا الصرح اللي قامت بيه طاقه عربيه. كمان بنتكلم عن التكلفة، يمكن أكتر من 250 مليون تم دفعها في المشروع. كلمنا فندم عن كمان التكلفة وعدد كمان المجهود الكبير من العمال والمراحل اللي تم عليها الإنتاج. إحنا التكلفة الإجمالية للمشروع 250 مليون جنيه، قامت شركة طاقة عربية بضخهم بالفعل، تمام، وده مساندة للقطاع السياحي وللتوجهات الرئاسية وتوجه البلد بصفة عامة، بالإضافة إن الشركة هنا هو أقامت خلية عمل مكونة من 100 مهندس وفني وإداري لإقامة هذا المشروع. ربط المشروع أيضا بمحطات أخرى لمحولات كهربائية وغيرها، كلمنا عن ربط المشروع بمدينة شرم وإنه هو يكون نواة لتحويل المدينة بأكملها إلى مدينة صديقة للبيئة. بالفعل هو ده اللي احنا عملناه، محطة الطاقة الشمسية ربطناها النهاردة من خلال 9 محولات كهربائية بتعمل رفع على محطة محولات طاقة للكهرباء، وبالفعل بتضخ من خلال كابلات طاقة للكهرباء على مستوى كافة العملاء وعددهم 120 عميل سياحي.
كنت بتكلم مع حضرتك عن الموقع كمان، هل الموقع في شرم الشيخ خدم بشكل كبير جدا ان يقام فيه مثل هذه المشاريع، كمان مشاريع بتعتمد على الطاقه الجديده والمتجدده والطاقه الشمسيه تحديدا؟ طبعا شرم الشيخ من اهم المناطق على مستوى جمهوريه مصر العربيه من حيث جوده الشمس. احنا عندنا هنا بلد جميله، بلد سياحيه، بلد فعلا بيئيه من كافه الجهات، سواء كانت بحر او جبال. فكان لازم استغلال البلد في حاجه زي دي، ان هو ينشئ فيها مشروع بالضخامه دي ويبقى طاقه شمسيه نظيفه، زائد ان محطه الطاقه الشمسيه النهارده بتحد من الاثر الكربوني بقدره 500 طن سنويا من انبعاثات الكربونيه، فهي بتحد منهم فبتحافظ على البيئه. وهي دي كان الهدف بتاعها مزامنه مع مؤتمر الكوب. واحنا بنتكلم كمان عن ان هي بتحد من الانبعاثات الكربونيه، كمان اتكلمنا عن المراحل الاخرى من المشروع، يعني كمان المشروعات القادمه المتعلقه بالطاقه الشمسيه وكمان محطات التحويل الكهرباء والمراحل الاخرى من المشروع. هل نحن بصدد ان مدينه شرم الشيخ باكملها تعتمد على الطاقه الشمسيه؟ ان شاء الله باذن الله، يعني احنا متوقعين خلال الفتره القادمه احنا اوريدي هنضخ محطه ثانيه 10 ميجا بعد مؤتمر المناخ، بالاضافه الى مجموعه محطات على الفنادق مباشرة داخل مركز نبق السياحي، وده لتحويل جزء كبير من المدينة لطاقة نظيفة متجددة. المهندس مصطفى صالح، مدير مشروع محطة طاقة عربية للطاقة الشمسية بخليج نبق، بشكرك شكرا جزيلا على تواجد معنا يا فندم. شكرا، شكرا جدا جدا، ألف شكر. ويمكن زي ما بنتكلم عن الموقع التفرد والأسبقية، كمان الموقع بيساعد بشكل كبير جدا فعلا في الحد والتقليل من الانبعاثات الكربونية. كمان الموقع هنا جزء من خلية نحل كبيرة جدا بتشتغل في مدينة شرم الشيخ استعدادا لمؤتمر المناخ الشهر القادم. كمان بنتكلم عن تطوير وإحياء لعدد من المواقع والمشروعات الجديدة، منها امبارح كان هناك عدد من الجولات التفقدية لأكثر من ميدان، وأيضا البوابات القادمة والمؤدية إلى مطار شرم الشيخ، وكمان الممشى السياحي الجديد. وبنتكلم كمان عن عدد من المبادرات لتحويل النفايات والقمامة إلى مواد صديقة للبيئة وإعادة تدويرها من جديد. عودة إليكم مرة أخرى.